مهم، شفنا طبعا السنه دي انجازات كتيره واتكلمنا عنها، ويعني مش هنقول لكم بقى مره تانية ان احنا كسبنا بطوله افريقيا في موسمين تاليين التاسعه والعشره في 8 شهور، ودوري مصري وكاس مصر وسوبر افريقي وبرونزيه كاس عالم الانديه، ولسه فاضل لنا كمان بطولتين، سوبر افريقي يوم 24 سبتمبر قدام الرجاء المغربي، والسوبر المصري امام طلائع جيش، واللي هو لسه لحد دلوقتي من السنه اللي فاتت ما تحددش معاه. مجلس اداره النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط والجهاز الفني طبعا، وجمهورنا الكبير الواعي، عارفين ان الفرقه بذلت مجهود كبير جدا 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 الفتره اللي فاتت. زعلنا، عندنا اخطاء معترفين بيها الفتره ديت، مرحله بقى ترتيب الاوراق. كسبنا كل البطولات ما عدا بطوله بتحصل، ولكن بنستفيد من اخطائنا عشان اللي جاي. البطوله اللي احنا خسرناها دي مش نهايه، البطوله دي انطلاقه للي جاي. انطلاقه لبطولات جايه كتير ان شاء الله. ما بنبصش تحت رجلينا، ما بنسكتش، ولما يحصل لا قدر الله حاجه في لحظه خساره بطوله نحط وشنا في الارض ونستكين كده، لا، مش ده النادي الاهلي. بالعكس، احنا بنقف على رجلينا، خلاص حاجه حصلت، في مميزات وفي عيوب، بنشوف عيوبنا ايه، بنشوف اخطائنا ايه عشان ما تتكررش تاني، ونحاول نصحح الاخطاء. وجمهورنا عارف كده، وجمهورنا ورانا. جمهورنا زعل، ولكن عارف اللعيبه دي كانت رجاله قد ايه السنه اللي فاتت دي، وجابت بطولات قد ايه. عشان كده الفتره اللي جايه دي، او الفتره يعني الموسم اللي جاي، شفنا من امبارح ازاي دعم فريق كره القدم في النادي الاهلي كان من ضمن الاهتمامات الاساسيه. وزي ما شفنا امبارح برضو، تم الاعلان بشكل رسمي عن 3 صفقات مهمه جدا جدا جدا، وشفنا قد ايه سعاده جمهورنا بالصفقات دي. اول صفقه كانت كريم فؤاد، لاعب النجوم اللي تألق مع انبي لمده موسمين. وعلى فكره كريم فؤاد من ضمن اللعيبه اللي تشدك كنت تتفرج عليها، هو ما تعرفش بيلعب ايه، يعني احيانا كنا بنشوفه ظهير ايمن، وبعدين مره واحده نلاقيه ظهير ايسر، ومره نلاقيه ناحيه اليمين قدام، وبعد كده نشوفه ناحيه الشمال قدام، فهو بيلعب في جميع المراكز اللي هي على الخط، ظهير ايمن، ظهير ايسر، جناح ايمن، جناح ايسر، وباذن الله هيكون حل مهم جدا جدا للفريق، لان الفريق خلي بالكم محتاج تدعيمات. انا ممكن اجيب تدعيمات، وممكن اكون يعني احنا بنتكلم مثلا عن القوه الهجوميه للفرق الدوري السنه دي، لو هنجيب الارقام النهارده هتلاقي ان النادي الاهلي هو صاحب اكبر قوه هجوميه. طب انت بتدعم خط الجو... انا احيانا بيبقى في عندي مراكز موجود فيها لعيبه ولعيبه اكفاء، ولكن انا بدعم زياده في النقطه دي، لان احنا شفنا قد ايه النادي الاهلي البطولات اللي بيخش فيها، شفنا قد ايه النادي الاهلي بيعاني من الاصابات، شفنا قد ايه النادي الاهلي بيعاني من الغيابات. احنا الفتره دي عايزين ال11 اللي جوه والاحتياطي اللي بره تقريبا كله شبه بعض، مفيش فروقات كبيره، واحيانا بتعمل تدعيمات علشان اللي جوه ده يبقى فيه المنافسه بين اللي جاي وبين اللي عندك، واحيانا بتعمل تدعيمات ان بيبقى عندك انت اماكن عايز تعمل تدعيم فيها، ده وضع طبيعي عادي، وده اللي حصل وبيحصل. الصفقه الثانيه اللي تم الاعلان عنها كانت للموزمبيقي لويس ميكسوني، واللي احنا شفناه في ماتش سيمبا وجاب فينا جول، طبعا كلنا عارفينه كويس قوي، شفناه في دوري ابطال افريقيا النسخه الاخيره، لاعب مهاري، لاعب كوره كويس، وبعدين كمان عنده ميزه ان هو احيانا بيلعب على الخط واحيانا بيخش لجوه، بيسدد، بيعرف يجيب جول. اعتقد ان هو هيبقى ان شاء الله باذن الله اضافه كبيره لفريق النادي الاهلي. الصفقه الثالثه اللي النادي الاهلي اعلن عنها كانت الجنوب الافريقي بيرسي تاو. بيرسي تاو كان بيلعب في برايتون الانجليزي، ودي صفقه مهمه جدا جدا جدا. هتقعد تفكر كده تقول الله، طب ازاي انت يعني لعيب من النوعيه ديت كان بيلعب في الدوري الانجليزي ويضحي بالدوري الانجليزي ومشواره هناك ويجي النادي الاهلي؟ عشان تعرف بس قيمه النادي الاهلي، عشان تعرف قيمه النادي الاهلي، النوعيه دي من اللعيبه فضلت النادي الاهلي على تكمله مشواره، اللي انا بتكلم على بيرسي تاو، تكمله مشواره في الدوري الانجليزي. اعتقد ان الفتره الجايه اعتقد هتشهد المزيد ان شاء الله من التدعيمات. ولكن مستر موسيماني، انا لما بكون مدير فني على فكره ببقى فرحان قوي ان انا عندي اكتر من لاعب في كل مركز، واللعيبه تقريبا مستواهم متقارب،
لان السنه اللي فاتت زي ما حضراتكم عارفين دخلنا بطولات كتير جدا 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 وعانينا كتير جدا من الغيابات ومن الاصابات. لما يكون عندي انا كمدير فني انا بتكلم على مستر بيسو ميسوماني، لما يكون عندي فرقتين والفرقتين شبه بعض هبقى مبسوط جدا وسعيد جدا، سعيد جدا جدا جدا، لان ده هيخلي شكل الفريق مختلف تماما، مختلف تماما في كل البطولات اللي باخدها. انا بتكلم على اللي باخدها الموسم اللي جاي، الصفقات الجديده دي ومع بقيه النجوم، علشان بس ما حدش يقول لي الصفقات دي هتلعب على مين ومين ومين، لا هي ما بتحسبش كده خالص. انا النادي الاهلي بخش في اكتر من بطوله، محتاج يبقى عندي واحد واثنين وثلاثه في كل مركز. لما يكون عندك لعيبه كتير مؤثره ومميزه يعني كواليتي بتاعها او المستوى بتاعها عالي، بتسهل عليك حاجات كتير جدا، سهل عليك حاجات كتير، لان انت فريق بتلعب على بطوله، فريق دايما بتدور على المكسب، فريق بتخش بطوله بتطلع منها على بطوله تانية بتبقى عايز تكسب. مفيش حاجه ان هي تقول لك ايه انا دخلت بطوله ف يعني البطوله دي راحت مني او املي فيها لا، مش ده النادي الاهلي. النادي الاهلي بيدعم علشان عايز التدعيم ده يعمل له اضافه للبطولات اللي جايه، لان انا عايز اكسب البطولات، عايز اكسب البطولات كلها. انا جماهيري ولاعيبتي وجهازي الفني ومجلس الاداره ورئيس مجلس الاداره وكل الناس، كل المنظومه زعلت لمجرد ان احنا خسرنا دوري. واخدين ايه؟ خلي بالكم، واخدين كل البطولات. يمكن انا اتكلمت على ايه؟ 2 افريقيا، 1 سوبر افريقي، وبرونزيه كاس عالم في ايه؟ في 8 شهور، ومع ذلك بتدعم. ومع ذلك بتدعم، يعني لو حد غيرك هيقول لك ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ لا، انا بدعم. مش بدعم علشان في عندي وحش، لا، ممكن يكون بدعم علشان عندي بعض المشاكل موجوده، لكن بدعم كمان عشان الفرقه البطولات اللي داخلها السنه الجايه ما يحصلش زي السنه اللي فاتت. الضغوطات اللي حصلت علينا، عندي واحد واثنين وثلاثه في كل مركز تقريبا مستواهم قريب من بعض. هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي اللي بيبص لقدام ما يبصش تحت رجله. مش عند اي وقعه حصلت، انا ما بعتبرهاش وقعه. انا ما بعتبرهاش وقعه، انما انا بعتبر ان اللي حصل ده نتيجه اللي حصل معانا خلال الموسم. خدت 5 بطولات وواحده برونزيه كاس عالم، لازم كان هيحصل حاجه. فاللي حصل ده ان شاء الله السنه الجايه باذن الله رب العالمين هندخل في نفس البطولات. عندنا حتى من يمكن كاس العالم للانديه اعتقد اتحدد في ديسمبر في اليابان، داخلين كاس عالم للانديه، داخلين بطوله افريقيا، ان شاء الله نعوض الدوري اللي ضاع السنه دي، داخلين كاس سوبر، داخلين كاس مصر، كل دي بطولات محتاجه لعيبه. واللي يلعب على فكره خلي بالكم، اللي يلعب دي حته بتاعت الجهاز الفني، دي رؤيه الجهاز الفني بقياده مستر موسيماني. وطبعا الصفقات دي اللي بتتعمل عشان بس ما حدش يقول لي ان في حد مفروض على مستر موسيماني. الصفقات دي بتتعمل اولا لازم المدير الفني يبقى ليه دور فيها، لان هو اللي بيتحاسب في الاخر. وبالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب اللي هو مشرف من قبل مجلس الاداره على الكوره.